هل الكلاب يقدرون يتعلمون جمب يعني نط تورن فلاي اريوس او ماي جاد والله شب من جدك انت فينا المشكله اول واحد صادق وكادح يا شب معكم زايد في لعبه جوجل فيود طبعا شباب هذا الوقت الحين مفروض انام فيه لكن شباب خلاص ما يصير كل مره انزل الساعه 12 الساعه 11 لازم يا شباب انزل في وقت يعني حلو عموما شباب هذه اللعبه عباره عن اكثر الاشياء اللي الناس يعني بحثوا عنها في جوجل يعني راح اقول لكم احنا نلعب عموما شباب كان هذا فيديو اوصل فيديو الى 11 لايك ويلا شباب بدوطكم نبدا اوكي شباب هذه هي لعبتنا جوجل فيود تقدر شاب تختار يعني التقاليد والناس والاسماء والاسئله انا اشوف يا شباب الاسئله حلوه خلونا شباب بس نجرب الكلتشر انيميتد شوز اح حلو هذا شباب والله شباب احنا بنجرب كل شيء بنشوف اذا حلو ولا لا عموما شباب الحين الناس كتبوا هذا الشيء وانا لازم اعرف ايش هم كتبوا انيميتد شوز لايك يعني شباب هو الانيميتد شوز هذا يعني الانمي وان بانش مان لا خطا دراغون بول اي وات خطا هذا مانجا شباب مكتوب انيميتد شوز فمي لقاي ومدري ايش انا عايز يتكلم عن انمي ريكند مو يا اخي قول كرتونز هذا كرتون ايوه صح كرتون عموما نيكست راوند فيسبوك از باد واضح اوه وات اوكي في ناس معاي يعني صدق الفيسبوك سيء فيسبوك از جود اوكي لا ما في جود از فرود اوكي لا فرود يعني كذب ما ادري ايش دخل شباب بس اوكي فيسبوك از مش حلو فيسبوك از ايش ريتش داي داينج قاعد يموت قاعد ديمت داون ديد فور اولد بيبل وات توكسيك واو اوه هذه قويه هل كل المشاهير هاف ماني صح ولا لا احي وات هذا والله شاب صعب تصدقوا هل كل المشاهير عندهم جرون اولد يعني يعجزون اصبر السؤال دو اول سيلبرتيز هاف جرون والله ما ادري يا عمي صبر والله ما اعرف شاب دو اول شرب يجي هاف ايفونز او ماي جاد واو لا حرفيا يعني يا راعين الجلاكسي ما ادري ايش اقول لكم صراحه دو اول سيلبرتيز هاف نانيز شو نانيز الله شاب ما ادري بس خلونا نجرب اسئله اوه هذه سؤال شاب هل الكلاب يعني اصبر هل الكلاب يقدرون يتعلمون جمب يعني نط وات خطا كيف خطا كان دوجز ليرن تو بايت ياكلون مو ياكلون يعضون تو رن تو فلاي اريوس او ماي جاد والله شب من جدك انت فينا المشكله اول واحد كيف اول واحد او ماي جاد كان دوجز ليرن تو ريد او ماي لا شيء طبيعي شباب في واحد يبغى يعرف هل الكلاب فعلا يقدرون يقرؤون يعني هل الكلاب عندهم عقل يا شباب ولا الكلاب يقدرون يتكلمون او ماي جاد والله شباب ما توقعت ان الناس فعلا يعني يروحون جوجل يسوون كذا اوه هذه حلوه او سهله خلينا نقول ما هي اعضاء الجسم اللي يعني والله شباب ما ادري بس المهم سل تبيع اوكي لا ما يصير فليكس يا اخي والله شاب ما مو بسهل انا اسف شاب اسحب كلامي مو بسهل طيب ايش هو النتائج مدير الشر اخترب الموقع بسبب الناس يعني صراحه عليهم مشكله ما ادري ايش وضعها طب خلونا نشوف اي نيمز فيليب شنو فيليب جوستافو فيليب ريتشارد فيليب بيج فوكن بوس ايش في فيليب ريفرز ايش ذا يا عمي لا شاب اسحبوا على الاسامي مش حلو الاسامي وهذه حلوه شباب ليش انا خائف من العناكب سبايدرز ايوه واي ام اي افريد اوف دارك اي وات ما حد يخاف من الظلام من الكلاب من الحيوانات من الحشرات ذات او ماي جاد والله شاب ظلم يا شباب والله ظلم يعني عشان الذه خلاص راحت اوكي مو مشكله لا هذا يعتبر ظلم يا شباب طيب هذه صعبه يا عمي كيف تشتكي من اتوقع تشتكي هذه against bullying التنمر against people against dogs against مدري شنو انا تورني بزنس دكتور رشده يا رجال مع نفسه اوه هذه حلوه من وين اشتري لا وير دو اي من وين اشتري سياره من وين اشتري ايفون دراجز مخدرات قمامه يا خش ذا يا اخي ايش هذا تاب كارد فاست تراك موني اوردر الله يسامي اسامي غريبه صراحه معليش وهذه حلوه ما هو اسوأ من النشبات لا عرفت يا شباب وات از ورس ذن ايش يا اخوي كل ما هو اسوأ من ايش ذن داينج والله يا اخي
يا اخي ايش ذا يا اخي داينج ديث كله واحد. والله اني كنت بكتب تراش بس اني ما توقعتها. وات هابن تو او يعني ايش صار لي؟ ايش صار لجايد جيمزر تو ذا وورلد العالم تو اس نحن مي انا وات هابند تو ماندي. واو الكلمه الصح وات هابند ات ماندي موب تو. بعدين شو هذا ايش ذا والقمورة جيف جالور جيمس اون جيوباردي تيد بوندي ايش هذا يا عمي وات اوه هل لازم اكون يوتيوبر طبعا نوب خطأ فاموس انجينير يا حبيبي ايش كلب لوير تيتشر يا الله كان يا اخي لازم افكر ليش ما حد يريد يصير كلب يا اخي اوه هذه حلوه هلا العصافير سينك طيب تشيرب طيب توك او ماي جاد ابى اعرف ايش اللي راح يصير شباب بس خلونا نحاول يا رب انها تضبط تو بيرج لاف يحبون واو هلا العصافير تبول هلا العصافير تضرط يا اخي ليش ما حد يجرب هذا يشوف هالاشياء او ماي جاد كيف واحد يصير يوتيوبر يصير حيوان يصير بقره يصير تيس الله شاب مستحيل اني يعني اقول كل هذا سينت زورستيان سوبريم مدري شنو ماسون نارسيسيسيست اوكي هذه اخر وحده وباذن الله على الاقل نجيب يعني الاولى هل يستحيل انك تو سينك تغني يا اخي معقوله ما حدا بيغني ليه از ات بوسيبل تو بيكم نشبه جو تو سبيس مان يا اخي يعني مفكر تخرج الصندوق ما تصير ليه لازم تفكر في اغبى شيء ممكن احد يفكر فيه نوب از ات بوسيبل تو فلاي كيف ما فكرت فيها او ماي جاد اوكي اخر واحده وخلاص حتى لو ما جبتها خلاص يكفي مين اللي يسوي افضل اكله فود ميل درينك شيت ايش في عمي هو ميكس ذا بيست وي مين يسوي افضل شبابيك ليش واحد بيدور هذا الشيء هذه سهله اجوب ماني دوغ انيمال لا عليك كيف اجيب هذه اوتي ايش هذا هابي تيتيز مونو كيدني ستونز سكابيز شينج ايش ذي اقول لك يا شباب هذه اللعبه من جولي شيك حرفيا عموما شباب باذن الله هذا الفيديو راح اخليه ينزل اوتوماتيكلي الساعه 3 واذا شباب شفتوا هذا الفيديو نزل الساعه 8 ولا شيء ولا في الليل بعرف انه صار مشكله في اليوتيوب اتمنى ما يصير مشكله عموما شباب ان وصل الفيديو اتمنى عجبكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب لانه تبعت يوصلك كل جديد كان معكم زايد وسيا